جاء عند ابن مبارك في الزهد بإسناد صحيح قال ميمون ابن مهران القاص ينتظر المقت من الله. قال العلماء لأنهم يزيدون وينقصون فيما يذكرونه من أخبار. وورد هذا مرفوعا القاص ينتظر المقت، ورد هذا مرفوعا عند الطبراني عن العبادلة الأربعة ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، لكنه وهو عند الطبراني حكم عليه كثير من العلماء بأنه حديث موضوع. إنما الصحيح أنه من قول ميمون ابن مهران.